بنرحب بالمطرب حمادة الليثي معانا في بوابة أخبار اليوم. منورنا النهارده يا حمادة في بوابة أخبار اليوم. ربنا يخليك يا رب. عايزين بقى النهارده بنبارك لك على فيلم القشاش، وعايزين بقى نعرف ازاي جت مشاركتك في الفيلم. والله يعني كان أحمد بيجة ممثل معروف، أنا وهو صحاب جدا، وهو وأخويا محمود الليثي صحاب جدا، فاحنا كنا بنتجمع مع بعض كده، فبيجا عرفني على نجم المخرج اسماعيل فاروق. فاسماعيل بصراحه راح يعني قال له ايه يا حوده، محمود محمد بيغني؟ قال له اه بيغني. طب ايه؟ طب ماشي. المهم ظبطناها غنوه، جينا فاحمد بيجا قال له احنا عايزين نطبخ غنوه، نطبخ يعني نعمل غنوه يعني. طب نختار له غنوه قديمه الناس تشوفوا بيها. اه ماشي. طب ما فيش حاجه. تمام. ظبطنا الغنوه وطلعناها على رمش عيونها بتاعت الفنان الكبير وديع الصافي. عملنا الغنوه والحمد لله رب العالمين، وكان يعني الراي الاول والاخير للناس مش لينا. احنا طورنا فيها شويه بس بحيث ان الناس يعني تحاول تستقبلها، لان انت في عصر دلوقتي كل حاجه ماشيه بسرعه، فلازم لازم لازم الناس يعني ايه لازم نمشي الموضوع زي ما الناس حابه تسمعه، مش فهماني؟ يعني احنا زمان انا مثلا واحد من الناس ميال للمزيكا القديمه جدا، بحبها قوي الحمد لله يعني. بس لازم برضو الواحد يتطور عشان الدنيا زي ما بيقولوا هتمشي يعني. بس والحمد لله لان يعني استحسان كويس من الناس الحمد لله رب العالمين. اول عمل سينمائي تشارك فيه؟ اه اول حاجه دي. طب قبل كده بقى كنت فين؟ لا قبل كده كنت بغني لايف بقى يعني. بغني في مثلا حاجات صغيره، باندات صغيره، كافيهات، كلام كده يعني. عايزينك بقى تسمعنا جزء بقى من الاغنيه اللي انت تحب تسمعها لنا. الاغنيه اللي انا احب اسمعها لكم، وانا والله مش عارف، بس انا ممكن اقول لك ايه. هني شو لقيتني بروح عندها، حد تاني سبقني وخد يدها. بس كده حلو قوي. كده تمام. كان حبيبها وغايب بقاله سنة، النهاردة وصل على بختي أنا، وأنا يلي كنت طبيب الهوى، لأجل العشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني سرع الهوى. يا باي يا باي. كده نورتني يا حمد. جدا شكرا، كل سنة وانتم طيبين.